اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، جبت لكم معايا لعبه جديده من بلاي موبيل سيتي اكشن. الله، بصوا هنا بقى، الراجل ده في المطار بيحط بقى عليه الباكس بتاعته وهيطير بقى بالطياره. واو، شفتوا بقى شكلها جامد ازاي؟ الله، دي لعبه جامده جدا. هنا بقى معاه الايه، هنا بتاعه اللاجج بتاعه الطياره بيحطوها بقى، دي العربيه اللي تحط عليها الطيارات. بتتلعب مع لعبه اللي هي 5395، دي بتكمله اللعبه التانية. دي كود اللعبه 5396 وصلاح الاطفال من سن 4 ل10 سنين. الله، شايفين بقى الطياره؟ طبعا عارفين ان احنا الباسنجرز، الناس اللي بتيجي تسافر عليها، بيكون بقى معاهم طيارات كتيره، شنط كتيره جدا، فبيحطوها بقى العربيه بتنقل البضايع، تقوم جاي راحة مخزناها في الايه، في الطيارة. هنطلع بقى محتويات اللعبة كده، اوكي، ونفتحها بقى كده. يلا، شفت بقى هنا ده الراجلين، وهنا بقى دي العربية، اوكي. ونفتح بقى الكتاب ده كده، ده كتاب التعليمات اللي بس اقدر ان انا اركبها اهو. اديني كده بقى فتحت كل حاجة. واو، شفت بقى حلوة ازاي؟ ماشي، اديني بقى احط كده الراجل. بصوا دول الراجلين، اوكي. بص بقى هنا، ده الراجل اللي شعره ايه، اصفر، وده اللي هنا بني وشعره ايه، اسود. هنحط بقى عليه، بصوا الكاب بقى كده، والتاني حط بقى عليه الكاب كده. الله، كده بقى لبستهم. فاضلي بقى ان انا احضر العربية، ده بيلبس بقى عليه السماعات دي عشان تحميه من صوت الطيارة عشان بيبقى عالي قوي اهو. بصوا، هنحط بقى الجزء ده كده على ودنه، اعتقد ده على ودن ده اكتر، والتاني عنده واحد تاني اهو. فاضلي بقى دلوقتي ان انا ايه، اركب الشنط. اهو بصوا بقى، ركبت الشنطة والعجلة، بس العجلة طارت، العجلة التانية اهي. الله، شفت الشنط بقى كلها بقت كاسة، ودي بقى كده اهو. نركب بقى ده المكان اللي تحط فيه الشنط الكتير، حطيتهم بقى كده كلهم فوق العربية اهو، 4 بقى شنط. وبعدين الراجل ده نمسكه بقى العصايات عشان يقدر ان هو يشاور للطيارة، يقولها تقف فين عشان ما تنزلش تخبط بقى في الايه، في العربية الشنط. واكون بقى كده ركبنا كل المحتويات بتاعة اللعبة، فاضل لي بس الايه، العربية اهو. كده بركب بقى الكاوتش بتاعها، اوكي، ونركب بقى الجزء ده كمان بيتشد بقى معايا، ممكن عشان لو عايزين احنا نحط شنط زيادة بنحطها بقى ورا. الله، كده بقى اللعبة بتاعتي كملت، فاضلي بس الستيكرز هلزقها بقى عليها. اوكي، هشيلها بقى كده واحط بقى ايه، ده الجزء ده كده اهو، بكون بقى كده حطيته، واحط بقى الشنط كده، مكتوب هنا ايربورت، وايربورت برضو الناحية التانية، وهنا بقى العلامة دي كده ودي كده. الله، اهو اديني بقى ركبت العربية كلها، وده بقى الراجل اللي قاعد بقى بيسوق، والتاني بقى بيوقف عشان يوقف الطيارة عشان محدش يجي يخبط بقى العربية دي. واو، اهو بقى بيجري بقى بيها بسرعة.
الله، لا شكلها فعلا حلوة قوي. الراجل بقى هنا واقف يظبط المرور. واو، انا عن نفسي عجبتني جدا. بصوا بقى هنا الطيارة، بنخليها بقى ايه العربية تزقها وتزق الطيارة. لا، وتركب بقى معاها الشنط، واكون كده ركبت اللعبة كلها بتاعت بلاي موبيل. اتمنى يا صحابي تكون اللعبة الفظيعة دي عجبتكم. بليز وريلي في الكومنتات رأيكم فيها، وبليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات رعاية الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.